19 سدا في العراق شيدت منذ أواخر ستينيات القرن الماضي، يضاف إليها 10 سدود قيد الإنجاز، ومنها سد بادوش وسد مكحول وسد بخمة وغيرها. لم تتحقق الاستفادة من هذه السدود بشكل صحيح كما أكد مختصون في صلاح الدين، والذين دعوا إلى التفكير الجدي من الآن للاستفادة من تقنية حصاد المياه على حد قولهم. يجب علينا أن نفكر جديا من الآن أن نستفاد من تقنية حصاد المياه من خلال إنشاء السدود الصحراوية، بالإضافة إلى إكمال السدود المقترحة التي سبق وأن قامت الوزارة بإعداد الدراسات، ومن ضمنها سد مكحول وبقية السدود الأخرى، مثلا سد بخمة في إقليم كردستان وبقية السدود الأخرى. باحثون في جامعة سامراء قدموا الأطاريح والمقترحات الخاصة بتطوير السدود والاستفادة من مياهها وطرق ترشيدها، داعين وزارة الري إلى إدامة نهر دجلة بكره واستغلال المياه وعدم هدرها، وضع حلول جذرية وفعلية لاستغلال المياه بشكل أمثل، وبناء سدود تلبي حاجة العراق من مياه شرب، من مياه زراعية، ومياه مصادر مياه تستخدم في الصناعة. اليوم العراق بحاجة ماسة إلى مثل هذه السدود. توجيه الجهات المعنية كوزارة الموارد المائية بكري نهر دجلة والاستفادة من المياه وعدم هدرها وبناء السدود إن وجد التخصيص المالي. استثمار الحصة المائية من نهري دجلة والفرات يتحقق ببناء السدود وصيانة الموجود منها، دعوة أكد عليها خبراء زراعة وبيئة في صلاح الدين، سيما ونحن على أبواب موسم أمطار. من صلاح الدين، فراس الحسني، التغيير.